طلابنا في عنا طريقة سهلة وبسيطة وغير معقد لحساب السكريات مين؟ السكريات الأحادية. شو هاي الطريقة يا أستاذ؟ تعال معي. هسا أنا عندي السكريات الأحادية الصيغة العامة تبعتها C6H12O6. طيب ممتاز، إلا سكر الرايبوز. هسا أنا باجي بطبق على عدد الكربون وعدد الهيدروجين والأكسجين القاعدة هاي اللي هي نسبة 1:2:1. طيب يا أستاذ كيف بدنا نطبق هاي النسبة على السكريات الأحادية؟ مثلا أجاك سؤال في الامتحان الوزاري بشكل سريع، قال لك أنا عندي 3 ذرات كربون، فقال لي قديش عدد الهيدروجين وقديش عدد مين؟ الأكسجين. فبتيجي بطريقة سهلة وبسيطة بتقول أنا عندي النسبة 1:2:1، فبتيجي بتقول له 3 ضرب 1، بتيجي بتقول له الكربون راح يكون قديش؟ 3. ممتاز. فبتيجي بعدين الهيدروجين قديش راح يكون عندي الهيدروجين؟ 3 ضرب 2، راح يكون انا عندي الهيدروجين قديش؟ 6. وعندنا كذلك الامر الاكسجين 3 ضرب 1 راح يكون انا عندي ايش؟ 3. هاي الطريقة سهلة وبسيطة فيما يخص حساب اي سكر مين؟ احادي. والله يعطيكم الف عافية.